نوه الرئيس عبد الرب منصور هادي بدور جمهورية الصين الشعبية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وموقفها البناء تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستقراره لتجاوز تحدياته لتنفيذ تطلعاته في إطار التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وحمل الرئيس هادي السفير الصيني لدى اليمن تيتان تشي خلال لقائه اليوم بعدن حمله رسالة شفوية للرئيس الصيني تتضمن عددا من النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا. خلال زيارة هادي الأخيرة للصين أهمها إدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير وإدارة مصنعي الغزل والنسيج في صنعاء وعدن وكذا إعادة تأهيل مصنع 7 أكتوبر بمحافظة أبين. من جهته عبر السفير الصيني عن أمله في أن تضع الأطراف اليمنية مصلحة البلد فوق المصالح الأخرى وتعمل على حل الخلافات بالحوار والتشاور وبشكل سلمي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمم المتحدة.